يا الله صبحهم وربحهم بالرضا والنعيم. في قطر تبي تعيش الشعور التالي كأنك لوحدك، تبي تتقهوى وتروق بدون زحمة في الكافيهات، تبي تروح المطاعم تتغدى وتتعشى وتفطر بدون زحمة وبدون انتظار، تبي تروح للحلاقين تحلق وانت واقف، تبي تسوق سيارتك في الشوارع بدون طلايب وزحمة. البلد راقي ومرتب على أعلى مستوى، لكن كثافة سكانية ما فيه. تشعر هنا كأنك عايش لوحدك. اللي ما يحبون الزحمة، قطر خيار مناسب. خلونا نروح نفطر. نفطر ونعين من الله خير. لا لا، هذه ما هي عندي يا ابو ربيع. اما الحساب يا الرابع عند الله تم. مرت علي والله. هذا من اول حين، اللهم لك الحمد، جال من قريبه على الهلال. خلاص عيال مواصلين يا ابو ربيع. اي والله انت المواصل مو بنا، والله انت المواصل. يا ابو تميم، يا ابو تميم، والله من يوم شفت المطعم اللي تكون مراية تريلا. يكثر خيركم يا اهل قطر ويجود عليكم. افطرتوا؟ الله يجعله بالعافيه، الله يجعله بالعافيه، الله يجعله بالعافيه. لكن والله العظيم انه ودي اني انا اللي فطرتكم. هذا اقطري طال اعماركم، جاء ودفع الحساب وحط رقمه بالفاتوره ومشى. اي والله قسم بالله ثاني مره تتكرر معنا السالفه بدون ما تشوفه. امس في شباتي كرك وبدون ما نشوفه يحاسب ويقول. اي والله هذا الكرم بعينه يا هالقطر. الله يكثر خيرهم. يعني انا بعد سلمت. اي سلمت، اي سلمت، سلمت. انت سلمت وانا اللي سلمت. والله ما هب غريب على هالقطر العلم الطيب. يستاهلوا، يكرموننا ويكرمون غيرنا. وعاد اسمع العلم الطيب الحمد لله اني ما سلمت. سلمت. والله كل عزيمتي مثل عزيمتك. تحلف وتطلق وما تحاسب. وما حاسب. تاخذ الجميلة وتسلم. الله ما لك العمد. الله يكثر خيره مع هالقطر ويجود عليهم. لكن اسمع، في شيء بخاطري بقوله، جعل البطن اللي جاوك في الجنة. هو اللي دفع القطر. الله يجزاك خير. هو اللي دفع، هو اللي استاهل الدعوة. من اللي يسمع؟ واللي أمس دفع لنا بعد. إيه واللي أمس بعد. حطهم يلا. بما أنكم أنتم لابسين زي القطري الرسمي، ودي اسالكم سؤال. سلام. السؤال طال عمرك، بنبدا من خالد. وش اول زي لبسته غير الزي السعودي المعتاد؟ النيجيري. زي النيجيري؟ اي والله النيجيري لبسته. عندك له صوره؟ عندي صوره له، وجيت في فتره ليتني ما جيت فيها. ليه؟ جيت في فتره كان الرئاسه في الدوله رايحه وجايه رئاسه جديده. والبلد ملخبط. عرفت شلون؟ والزبده اني لبست اللبس عشان يعني يحسبوني. وكنت متوتر. ورنا الصوره خالد. هذه الصوره دقيقه. شوف هذه دقيقه. يا سلام، هذا زي قميص النوم. اشوف اشوف انت تشرب اللبس. هذا نيجيري بالفانيليا. وانت يا ابو المها جهز لك الصوره. وش... من الصعيد من مصر. الله. اللبس الله واللبس. ابى اقول لك شيء، يا عندهم ملوخيه لذيذه بالفراخ. الله اكل يدك وراها. يا سلام. من الفيوم باش. انا لا مسطول ولا بطول، انا جاي اقابل ومروح. ابى اقول لك شيء، الطعميه عندهم لذيذه، عندهم لذيذه بشكل ما تصور. يا سلام. بالمناسبه على طاري الطعميه، ترى في المدرسه كانوا ينادون المصري. ليش ينادون المصري؟ عشان ابيض. وين البياض بالموضوع؟ ما تشوف وجهه يا قلبي. وين؟ عشان ما جاك سافي المراه ولا ترى هذا عامل التعليم. وانت يا ابو غازي؟ انا اول مكان رحت له يا ابو ناصر ولبست زي حق بخاره، زي ما انت شايف. يا سلام. هذول اللي رووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. واحد اللي رواه، واحد الامام البخاري. اي لا تفلسف. طيب عطر، خلنا نعيد. لا لا كملها كملها، يعني ما تضيع حالك. لا 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 كملها كملها. صوره ما بجانك. لا لا والله تكمل. مالك في الشغل، انا ما رسمع. استغفر. البخاري الرز عندهم، البخاري طابخين يفزين. اي هذا اللي انت فيه. اي واللحم حق الخيل مقطعينه. ابايا احنا نطبخ الرز في ماء وما تطلع عنك تشاهد من بطنك يروح تقصع على القمر.
انا يا ابو تميم اغلب البلدان اللي سافرت لها البس زي، لكن اول بلد سافرت له ولبس زي الزي العماني والله 70 يا سلام يا غازي. متخيل من 10 عمانيين بتلقى 6 7 حافظين كتاب الله ما شاء الله، من 10 عمانيين بتلقى 6 7 اصواتهم حلوه ما شاء الله. قاسي يا زمن قاسي رفبي لا تبكيني لا تبكيني بلا سبب، ردي والياسي ردي والياسي مربي هو نظر عيني هو نظر عيني والهدم. يا زمن قاسي يا زمن قاسي رفبي لا تبكيني لا تبكيني بلا سبب، ردي والياسي ردي والياسي مربي هو نظر